ورجعت لكم بعد الفاصل. وعندي بقى دلوقتي بعد ما عملنا كل الدهون اللي عملتها في التشيز كيك والكالوريز الكتير جدا، ازاي بقى احرق الدهون دي من غير اي عمليات ومن غير ادويه، احرقها باللايف ستايل بتاعي. معايا دكتور محمد رحايم، اخصائي التغذيه العلاجيه، ماجستير التغذيه العلاجيه، وعضو الجمعيه المصريه لعلاج السمنه، واخصائي التدخل الغير جراحي، وخبير في مجال الوجبات البديله. ازاي نبدل حاجات من غير عمليات في اكلنا وتخلينا فت كده وحلوين في الصيف بقى، عشان الصيف كله خروج وكله فيه ساحل وفيه بحر. ازاي نظبط جسمنا بطريقه كويسه جدا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا زينب. اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا نورين، عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. بعد عندي خالص ايه رايك؟ مش موجوده والله. تخيلي انا قاعد كده موقفي ايه دلوقتي وانا بوصل. انا عايزاك بقى تقولي بعد ما اكل دي، انا اكلت دلوقتي قطعه منها، تمام، اعمل ايه؟ البدايه من اللي انت قلتيه، اولا تسلم ايدك، بس ما شاء الله شكلها شهي جدا. اكلت قطعه منها، فانا لما اجي باكل حلويات أوكي. اي حلوى، اي حلويات شرقيه غربيه وات ايفر، انت بتدوق قطعه خدتها كوجبه، هنا انت عملت مصيبه. يعني عملت مصيبه لو هي الوجبه الاساسيه في البدايه. بالظبط كده. يعني في حد بيقول لك على فكره انا مش هفطر وهاكل حلويات، انت ممكن تدوس في البدايه ما تحطهاش كلها وتاخد منها، حد يحط لك جزء منها. لو قطعت لنفسك دايما البني ادم طبعه طماع، هيقطع حته كبيره، حد يقطع لك منها جزء كده تراينجل كده جميل. لا ما زودش بقى، ما هي قطعه خلاص. خدته مع نسكافيه، مع شاي بلبن، مع ايا كان، اي حاجه okay. خفيفه كده الصبح. لو نسكافيه بلبن سكيمد، تمام، ده كان فطار. طب انا باقي اليوم اعمل ايه؟ هنتكلم النهارده على عصاير. صيفي يحب العصاير طبعا، والعصاير تحب السمنه، السكريات. ازاي نشرب حاجه مفيده؟ برضو احنا فتره الجائحه ولسه مستمرين، بالظبط، لازم اقوي مناعتي. مش هشرب عصير وخايفه من الدايت وخايفه، اصل الدايت بيقولوا بيوقع المناعه، واصله اصل لا، احنا هنعمل الكوكتيل ده كله مع بعض. خلاص okay. احنا هنتكلم على العصير الاول النهارده، اللي هو نتكلم عندنا عن عصير البرتقال براس الجرين اللي بتزود الحرارة. للصغيرين والكبار ولا الكبار؟ بنتكلم على راس الجرين ده عباره عن ايه؟ تمام، بنتكلم على اللي فيه اكثر من برودكت في السوق، بس بتكلم على برودكتس اللي فيها نسبه جرين كافي عاليه. اولا لازم يكون شجري ويبقى فيها كذا منتج تاني، اللي هي اسمها بالعربي القهوه الخضراء، خلاصه القهوه الخضراء، وخلاصه نبات الجارسينيا والكروميوم. الكروميوم ده معدن موجود في اطعمه كتير، منها الكرنب مثلا. الجارسينيا ده نبات فاكهه، بس فاكهه طعمها مش رائع يعني، بتزود الحرق جدا. والخلاصه القهوه الخضراء، في بعض البرودكتس، بعض المنتجات بيبقى فيها المكونات دي مع بعض بتركيزات جيده جدا أوكي. والقرص نفسه شجري، فده لما احطه مع عصير برتقال واشربه وانا قاعد في المكتب، بدل ما انا قاعد بضرب شاي وقهوه كتير. طبعا برتقال فريش، برتقال بدون سكر، بيغير طعم ولا هو لا؟ هو ده بقى البرودكت نفسه بقى، طبيعه البرودكت نفسه. بس في برودكتس كل الصيدليات موجود يفاني بقى أوكي. في برودكتس بتبقى شجري طعمها حلو مسكر، في برودكتس بتبقى مره، فبنختار برودكتس اللي هو طعمه مسكر. يعني تقولوا للصيدلي وانتوا بتشتروه احنا عايزين اللي فيها شجر، بالظبط، بيبقى طعمه شجري شويه، شجري مسكره شويه، بتبقى سكر دايت مش سكر طبيعي أوكي. عشان ما يبقاش فيه كالوري فيها، يعني ما فيش لو بديل السكر، بديل سكر بالزبط. بيبقى القرص واحد فيه 5 كالوري تقريبا، القرصين 10 كالوري، معلقه السكر الواحده فيها 25، احنا بنتكلم على اقل من نص معلقه سكر. انا طبعا مش هقدر اوريهم دلوقتي الماركه، لا لا لا، بقول ان هو موجود كده، هو موجود في الصيدليات، وحتى طعم القرص نفسه، وهنوريهم بس الشكل بتاعه. بالظبط كده، حضرتك خدي قرصين حطيهم في الجلاس، بيبقى قرص اخضر، قرص القهوه الخضراء. بالظبط كده اوكي. هنحط، لا هنحطهم في كاب واحد بعد اذنك. الفكره خلينا الكاس الواحد نتكلم بقى في التركيزات. هنا في تركيز اللي عايز قرص كمان بعد اذنك ليه انا. اوكي شكرا ليكي، تسلمي لي يعني، تسلمي. اوكي تمام. نتكلم ان القرص هنا بيبقى طعمه شجري شويه، يعني مثلا سين انت كشخص عادي انا بقول عليه ايه، انت ممكن تاخده مثلا، انا مثلا يوم جمعه زي كده تنزل تتمشى او في انرجي، انت خده على فكره ممكن يتمضغ. انا بقول ان طعمه مسكر، طعمه حلو، يعني عامل زي الفيتامين بالظبط كده اوكي. فمش فيه مش بره الدواء، فانت ايه ده طعمه كويس. معاك كوبايه ميه. انا بالنسبه لي خليك لص زي كده، حطينا فيه عصير برتقال تمام، وهو بيدوب. انا لو انا نازل شغلي الصبح مش هاخد جلاس، يعني كوب عصير برتقال زي معايا اوكي، ازازه 600 مللي بتاعت الميه اللي كلها بتشرب منها، احط فيها 600 مللي عصير برتقال بدون سكر، واحط فيها قرصين من الجرين. يعني اول حاجه عايزنا نجربها عصير البرتقال بقرصين القهوه الخضراء. بالظبط، هنحط بس مجرد عليه عصير البرتقال بس، يعني اللي يتكلم اصلا ما عنديش وقت، يعني انت مالكش حجه انت بتتكلم، مفيش حاجه اساس، حتى مش لازم يكون فريش لو ما عندهمش. في ماركات كتير في السوق بدون ذكر اسم ماركه اللي هي بدون سكر، تمام، بيبقى مكتوب حتى عليها بدون في سكر. النص كده بدون سكر،
بس يفضل طبعا الفريش بيبقى افضل. الفريش هيبقى افضل بكتير. لا بس بنقول برضو الحاجتين لو عندهم مطعم بنتكلم عارفه يعني المواطن ممكن نديله حته تلج بقى عشان الصيف صح؟ المواطن المصري اللي عاوز يخس دايما بيتلكك، اصلا ما عنديش وقت اصلا كذا. لا يا حبيبي حطها في الثلاجه من الليل الصبح، حط فيها قرصين الجرين تمام الصبح ماشي بيته بيها. لا مش بيته بيها الصبح قبل ما يش بالظبط كده okay. اخدها معايا شغل. لو انا في الشغل عرفت اخد ازازه اللي هي 600 مللي عصير برتقال زائد ازازه ميه نفس الحجم، انا بتكلم على خلال اليوم وفطرت فطار خفيف او فطرت حتى ايفن الكيك الجميله دي أوكي. خلاص بس قطعه صغيره انت كده مش محتاج حاجه تانية. طيب يعني ده بيخليني ان انا اكل براحتي الدك. لا نقطه مهمه الصبح يعني اركز في الحاجه اللي باكلها. انت بتحب حاجه حلوه دوق. طب انا مش عاوز اكل حاجه حلوه، كل ساندوتش اللي انت عاوزه. عارف عاوز برجر مشوي انا موافق أوكي. بس برجر من عند جزار. ايوه البيض لازم يبقى مسلوق، انا ما بحبش مسلوق. يا سيدي اعمله اومليت اعمله بس بعديها اشرب عصير فيه. ده خليه بقى على مدار اليوم. انا قاعد في مكتبي بس انا بزود معدل الحرق. تخيل بقى لو انت راجع بيتك رحت رجعت مشيت محطه اتوبيس واحده بس أوكي. مشيت محطه مترو واحده بس ما عنديش وقت، رجعت البيت رقصت شويه. لو انا شغال في مصنع كبير او مكان فيه كوريدور كبير انا رايح التواليت وغبت ربع ساعه مشيت الكوريدور رايح جاي، انت كده رائع. بس انا عايزه اعرف دلوقتي يعني اي مشاهد بيتفرج علينا اكيد عايز يفهم هو بيعمل ايه في الجسم بالظبط. احنا بنتكلم على القرصين دول بمعدل 800 مللي جرام من خلاصه القهوه الخضراء أوكي. دول بيرفعوا معدل حرق الجسم جدا، بيزودوا التركيز. لو انت مريض ضغط او مريض قلب احنا لما عملنا له لما خففناه بالعصير وشربناه على فتره زمنيه كده مفيش خوف عليك اطلاقا أوكي. لو انت رياضي انت لا ممكن تشرب ده قبل اكسرسايز مباشره مره واحده. يديله انرجي كمان، يديله انرجي بالاضافه للحاجات دي كلها بتزود الحرق. طيب الجارسينيا نبات معروف ان هو بيمنع تراكم الدهون في الجسم بالاضافه ان هو بيساعدك على تحويل الدهون لطاقه أوكي. عمليه عكسيه، الدهون دي كانت عباره عن طاقه كبيره ما اتحرقتش داخل الدهون احنا خرجناها الطاقه مره ثانيه. والكريميوم ده معروف من المعادن اللي بتظبط مستوى السكر في الدم. هبوط السكر وعلو السكر هو دايما بيخليك تجوع. انا هبطان انا عاوز حاجه مسكره. بس هل كل الناس ليها نفس النظام؟ لا ما احنا لسه اتكلمنا مريض القلب ليه كذا مريض كذا. بصي ده يعتبر زي جوس زي عصير اوكي. اخاف على مين؟ في مريض ضغط او مريض قلب حالته مش مستقره. في مريض ضغط بياخد نوعين ثلاثه دواء ضغط وعينيه محمره وتعبان وصاحي تعب وهو عارف بيبقى عارف نفسه. يعني قصدي ان لازم يجوا يستشيروا حضرتك الاول عشان اكيد في حد بيبقى مثلا عنده حاجات. جدا لو انت حالتك مريض ضغط او قلب مش غير مستقر اوكي الحاله دي تمام. لو انت طبعا ربنا يبعد عنك، لو انا بتكلم على مرضى مثلا ربنا يبعد عنك الكل يا رب، مريض السرطان، مريض الكبد حاجه متاخره، مريض الفشل الكلوي بحالات متاخره تمام. غير كده اي حد من فوق سن 10 سنين يخطر. يعني لازم برضو يبقى برضو تحت متابعه الدكتور. تحت متابعه الدكتور طالما انت حالتك خطره، حالتك مش خطره. لو عادي ما عندكش امراض مزمنه، لو انت طبيعي تشرب كوبايتين قهوه في اليوم، لو انت الطبيعي يعني بنشرب ثلاث اربع قهوه في اليوم يا سيدي خليه واحده قهوه وش خد ده. يحطوها في حاجه غير العصير ولا بس العصير؟ لا ممكن تحط على ميه. انا بتكلم على عصير البرتقال ان انا عاوز فيتامين سي. فيتامين سي في الفتره اللي احنا فيها بالذات عشان الكورونا. طب انا لا ما بحبش فيتامين، ما بحبش انا البرتقال يا سيدي. عصير اناناس بدون سكر يا سيدي حطه على ميه واشربها خلال اليوم. انت كمان كنت قلت لي على قبل الهوا على ميكس ثاني كده. لا لسه هنتكلم عليه بقى. طب ده الاولاني أوكي. خلاص طعمه لذيذ جدا وطعمه جميل جدا، حتى القرص نفسه طعمه جميل. التاني بقى هنعمل حاجه اسمها الراب جي. الراب جي ده الترا بيرنينج جوس، ده من علم الوجبات البديله. ازاي اخد وجبه كامله في كوب وسعراته مش عاليه؟ ده عباره عن ايه؟ قولي بقى مقادير بالظبط. احنا عاوزين موزايه واحده بس برضو يا جماعه. الناس بتتكلم ان الموز يا ترى مسموح او مش مسموح في الدايت. الموز مشكلته ان الموزايه تساوي تقريبا نص رغيف، فلازم ناخده يعني محبين الموز بياكلوا بالصباطين ثلاثه هم قاعدين كمان. يعني حتى لما تروح جيم او حاجه بيقول لك كل موز الصبح موزه واحده بس. موزه واحده الكميه بالظبط. انا بتكلم على كده الكميه بقى منه غلط. احنا كان موزه واحده تساوي تقريبا نص رغيف اوكي. هنحط موزه واحده بس تمام. الموز طبعا يعني لازم زي ما عملنا كده حضرتك الحاجه كلها تبقى فريش وتتقطع فريش اون سبوت احسن. يبقى فريش ما بيتوش يعني ما عملش الجوز بتاعي واخده الصبح. ايوه هنا في كده في مشكله كبيره بيسمر برضه اللي بيتاكسد. احنا عاوزين الحديد اللي فيه. العصير دلوقتي هكلمك عن فوائده فوائد لا تعد ولا تحصى. بنتكلم على تفاحه خضراء. لو انا مريض قولون لازم اقشرها. لو انا مش مريض قولون ممكن بقشرها. طبعا كده كده حضرتك تبقى غزلها كويس. يعني لو انا مريضة قولون انا مريضة قولون لازم اقشرها اوكي. حلو الكلام. لو انا مش مريض قولون خلاص لا ممكن بشرها عادي، بس طبعا انا بقطعها كويس واشيل البذر بتاعها منها اكيد طبعا اوكي تمام. برضه بتتقطع اون سبوت يعني تمام. ده ما بيبقاش انا مجهزه من الليل تبقى فريش كده زي ما احنا بنعمل كده وما بياخدش وقت. احنا بس عشان بنتكلم مع بعض، لكن انت لو موجود في
بسرعة في المطبخ وهتعمله مش هتاخد 60 ثانية لو انت رايح شغلك. بس طبعا تفاح اخضر مش احمر. طيب هنتكلم على الموضوع ده. الاخضر مش كتير محبين ليه، لكنه اكثرهم في حرق الدهون. كل التفاح كويس، ميزز شويه، ميزز شويه، طبيعه السكر فيه مختلفه، ده اسمه نيجاتيف كالوري، سعرات سلبه، دخل جسمك كانه ما دخلش جسمك حاجه. اوكي، كانه ما دخلش جسمك حاجه، تمام. طب انا ما بحبوش في المطلق. اولا هو في الجوز هنا طعمه مش باين على فكره، لو ما بحبوش في المطلق لا ممكن احمر مش مشكله. بس لكن جربه بالاخضر هيعجبك. بس هو فيه سكريات اكتر الاحمر، الاحمر فيه سكريات اكتر لكنه حاجه مفيده. أوكي، تمام. الاخضر نيجاتيف كالوري اللي احنا حطيناها دي جسمك لما يجي يحسبها ما تحسبتش، مش موجوده، كانها مش موجوده سعرات. دخلت. هنضربها مع ايه؟ هنضربها السائل بقى بتاعنا عباره عن 200 مللي عصير برتقال. اوكي، انت بقى شخص رائع وعندك الجرين اللي اتكلمنا عليه، ممكن نحط العصير اللي عملنا فيه الجرين. طب لا ما عنديش، هحط عصير برتقال عادي جدا. يعني دلوقتي احنا هنحط 150 مللي ولا حاجه، هنحط موز، موزايه واحده، هنحط، حطيت تلج انا عشان اسقع كده عشان الصيف. بالظبط كده. وهنحط كمان تفاح، تفاحه خضراء واحده. تمام كده كفايه. كفايه جدا. 150 200 مللي عصير برتقال. وعايز تمام موز، ليمونيه واحده، عصير ليمونيه، ليمونيه واحده. برضو من المشاكل اللي احنا بنواجهها كدكاتره التغذيه مع الناس المرضى السمنه، يعني فكره القولون وفكره المعده. ناس يعني اغلب الشعب المصري عنده مشاكل في المعده، نرفزه القولون. بالظبط كده. فكميه الليمون هتفرق معانا. انت شخص كويس ممكن تحط ليمونتين، معدتك على قد حالها ممكن تحط ليمونه. لا انا عندي التهابات في المعده، عشان في ناس بتجيب لها حموضه. بص ليمونيه واحده بس. اوكي، لو انا عندي يعني التهابات في المعده، حسب مشاكل المعده بتاعتك تكرر. يعني هو الجوز مش ثابت، مش غصب عنك لازم تحط قد كده، لا كل حاله. ايه رئيسي فيه يا دكتور؟ هم كلهم رئيسيين. يعني ممكن نشيل ايه؟ لو انت مريض معده شيل ليمون. اوكي، لو انت مريض معده شيل ليمون، لكن تلات مكونات التانيين رئيسيين، الموزايه، التفاحه الخضراء، وكمان عصير البرتقال. في فيرجنز مختلفه لامراض مختلفه، بس خلينا دلوقتي بنتكلم على شخص عاوز يعمل حاجه، عصير ياخدها الصبح، ممكن نشتغل فيه فنان. بالظبط، عصير ياخدها الصبح ياخدها الفنان وكمان يحرق. انت قلت لي كمان طعمه حلو جدا جدا. الناس اللي بتحب الحاجه المززه طعمه بالنسبه لها رائع. لا بحب الحاجه الشجر شويه، حط كيس سكر دايت. ينفع يحطوا فيه اللي هو بديل السكر الصحي. بالظبط كده. اي نوع سكر دايت على فكره، احنا بنتكلم على حاجه ساقعه مش سخنه، فبالنسبه لنا تمام. ما دخلتش الفرن، فكل سكر دايت ينفع معانا هنا في المرحله دي. كده السمك بتاعه تمام؟ كده رائع، تمام؟ انت بحاوز سموزي، قال لي عصير البرتقال شويه، عاوزه سائل اكتر هتزود، بس هو كده بالنسبه لنا رائع. اوكي، تمام؟ هيشربه الصبح وهو رايح الشغل بتاعه. لازم يتاخد الاسبوت برضه. اوكي، يعني البرنا يتاخد خلال نص ساعه من العمليه. ما ينفعش نضربه قبلها بليله، لازم يبقى على طول. ولا ينفع تضربه وتاخده معاك الشغل. اوكي، ولا ينفع تضربه وتاخده معاك الشغل. يشربوا على طول دلوقتي زي القهوه كده ما بنعملها. شكله مقبول جدا، مشبع جدا. انت معاك ساعتين ثلاثه، انت مش حاسس انك عاوز تاكل. السمك بتاعه حلو قوي. بالظبط كده. هو حاجه مش سائل، يعني بمعنى فكره سائل وصلب في ايه؟ هيقعد في المعده قد ايه؟ هو هيقعد في المعده شويه، ده يديني انرجي ويساعدني على الحرق. انت اخدت، يعني انا بقول له مثل، هو انجاز التعبير، خدت سخين حديد على الصبح. يعني ايه؟ حضرتك لو دلوقتي بتاخدي اقراص حديد، ثلاث اقراص حديد. اوكي، اي واحده حامل كانت بتاخد اقراص الكالسيوم وتشرب لبن، صح؟ قرص الكالسيوم في اكتر من لتر لبن، في كالسيوم اكتر من لتر اللبن. ايوه، بس لازم ناخد الميكس. مهما اخدت حديد لازم تاخد مصدر طبيعي للحديد. انت اخدت حديد بشكل ما حصلش، اخدت فيتامين سي اللي بيقوي المناعه وبيزود الحرق وبيساعد على امتصاص الحديد. بالزبط. اخدت حاجه هتملى المعده، اخدت نشويات في المزايه هتديك. مفيش اي ادويه، كلها حاجات طبيعيه. كلها حاجات طبيعيه. طب قول لي يا دكتور، كنت قلت لي عن حاجه اسمها الصبار الهوديه. دي بنتكلم بقى على الثلاث خطوات السحريه لاي حد عاوز ينزل وزنه. ايه بقى؟ بنتكلم على مجموعه الهديه المتكامله، اللي هي عباره عن مجموعه الهديه المتكامله. صبار الهديه ده صبار كان اصله افريقي، بس دلوقتي بيتزرع بشكل دوائي في الولايات المتحده. تمام. صبار الهديه بيبقى اشكال كتير، منه كبسولز، منه سائل، منه اشكال كتيره جدا. بس موجود في الصيدليات. موجود في صيدلات. لا ممكن يطلب على، مش عاوز اقول اسم ويب سايت معين، ويب سايتس العالميه كلها بتبيعه، لان هو سبلمنت، هو امان جدا، سيفتي بروفايل. يعني هو زي الفيتامين، يعني زي ما بنروح نشتري فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين اي، هتلاقي هودية. حاجات مصرحه ومسجله هتلاقي هوديه. تمام، هودية. صبار الهوديه، صبار هوديه. نعمله بقى ازاي؟ زي ما بتشتري شيا، زي ما بتشتري كذا، هتلاقي موجود. لا مش بتعمليه، هو كبسول، هو بشكل دوائي بس اخده من غير عصير ولا عارفه. فيتامين سي صبار، فيتامين سي للاقراص او فيتامين سي للسائل. ايوه، هو فيتامين سي وحط في شكل دوائي. اوكي، هو مش نفس الشكل كده. دي بيتاخد كبسول، ممكن يتاخد بعد الفطار بساعتين او قبل الفطار بساعه. بتديك اولا، هو ما مش من الحاجات اللي بتديك انرجي عالي، لا بتديك انرجي اكتر. أوكي، لانه كان زمان بيستخدموا الصيادين، بيكلبش المعده، بيخلي حجم المعده يصغر معانا جدا، فما يخلينيش اجوع. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، ودي نقطه اهم لاي ست،
انت عاوزه تحرقي ايه، دهون ولا عضلات؟ دهون اكيد. دهون. هو بيحافظ على العضله او مش بيجي ناحيه العضله، بيوجه الحرق، انا عاوز طاقه اخدها من الدهون. البني ادم لما بيجي يخس لازم يفقد جزء من العضله، الشطاره ان اخليه يفقد اكبر كميه فات ممكنه من الفات. أوكي. هو ده اللي بيعملوه صبار الهديه، ودي الميزه بتاعته. المجموعه المتكامله بتاعته بعد ما فيها فيتامينز بيبقى فيها جرين زي كده، جرين كوفي، حاجات تزود معانا معدل الحرق. نظام غذائي يعني. بص يا فندم، يعني انت عاوز تعمل اي حاجه بره النظام الغذائي انت بتعمل حاجه منقوصه. اوكي. تمام؟ لكن مش لازم نظام قاسي وربع لمونيه وتفاحه واحده لا 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 اطلاقا. كل ده متوفر عند حضرتك بلنسي في المركز. متوفر في المركز ومتوفر معانا اونلاين، بنديها خدمات اونلاين للناس برضو. المحافظات. رقم حضرتك على الشاشه واضح برضو ان الناس بالزبط. لو عايزه تتواصل مع الدكتور ونروح نقول احنا عندنا ايه وعايزين نوصل ايه، لان كل واحد عنده تارجت غير التاني. تارجت غير التاني بناء على سنه، يعني في بنوته صغيره عندها فرع، عندها مناسبه هتتجوز، مستعجله، في ولدت مره اثنين، عندها بطن، عندها مشكله. يعني احنا برضو ضمن الثلاث خطوات السحريه احنا يعني بنعمل المجموعه. ايوه انا عايزه الثلاث خطوات السحريه دي قبل ما اختم الحلقه. مجموعه الهدي المتكامله بنعمل تكنيك اسمه الرام بالظبط، بنعمل تكنيك اسمه الرام، هو قايم على العصائر البديله والوجبات البديله. أوكي. اللي قلنا منها امثله النهارده. ثالث حاجه، لو انت موجود في القاهره وتقدر تشرفنا، بنعمل جلسات نحت قوام زي ما حضرتك شايفه كده، دي ريزلتس، دي نتائج عندنا من المركز عندنا. الماشين هنا بنستخدم حاجه اسمها ميزو تشوك. أوكي. ده نوع انواع الميزو ثيرابي، بس ليتست تكنولوجي موجوده، بيسيح الدهون وبيشد الجلد وبيحسن من مسره. بالاضافه للماشين اسمها بي سي اس، البي سي اس ده جهاز بيشتغل معانا على العضله، على الدهون، على الجلد في نفس السيشن في نفس الوقت، وانت بتلعب بالموبايل انت مش محتاج، مفيش اي الم، انت تلعب بالموبايل وانت قاعد. ايوه. وبعدين بيشوفوا النتيجه وهم عايزين. احنا بنتكلم على دي، بنتكلم على نتائج المجموعة المتكاملة البنوتة زي ما قلنا، كان عندها مناسبة وعندها فرح. تمام. كانت موجودة حتى معانا اللايف من قريب. نعم يا فندم. بقت واحدة تاني بالظبط. تخيل حضرتك بتتكلمي كده. لا ده فرق شاسع. تمام بالظبط. كانوا طالعين معانا اللايف قريب على فكرة، من اسبوعين تقريبا. بجد؟ نفس الحالات، نفس الأشخاص طلعوا معانا، عشان كلمة على تجربتهم. هستنى حضرتك بقى تاني تقول لي حاجات في التغذية دايما نعملها تخلينا دايما فيت كده وشكلنا حلو. إن شاء الله. مهم قوي المظهر، بيفرق في النفسية ومن غير اي عمليات. دي اكتر حاجه عجباني في حضرتك، ما فيش اي عمليات. اصل مش كل الناس ينفع اساسا ينفع ليها عمليه، بالاضافه مش كل الناس عندها القدره الماديه، قدره ماديه ولا ينفع لك عمليه. سنين انت مش عاوز تحاول، حاول اديني بس فرصتي، حاول معايا شهر، لو ما اختلفتش خلال الشهر ده خلاص العمليه مش رايحه بعيد. لكن انت خلال شهر انا واثق باذن الله، باذن الله انك هتبقى من نقطه لنقطه ثانيه خالص. وكل حلقه ان شاء الله هنقول لكم سر جديد عشان يبقى اسمكم حلو. وصفه جديده معاكي ان شاء الله. وصفه جديده معايا. ميرسي يا دكتور على المعلومات الجميله جدا. ميرسي دكتور محمد رحايم، شرفنا ونورنا وقال لنا كمان معلومات مفيده قوي بقى الوقت الساحل، وقت الصيف اللي جاي علينا وكله عايز يخس. استنوني في حلقات كتير مع الدكتور، ويا رب النهارده تكون وصفاتي اللي فيها دهون عجبتكم، وصفات اللي فيها تخسيس برضه عجبتكم. تستنوني في حلقه جديده من سفره دايما. شكرا.